اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين لحلقه جديده من فضاء حر، نناقش فيها اسباب تعثر الهدنه السادسه وسابقاتها من الهدن والمآلات السياسيه والعسكريه المترتبه على ذلك. هدنة أخرى في طريقها للفشل بعد أن كان المبعوث الأممي ومن خلفه المجتمع الدولي يأمل أن تتجاوز 72 ساعة على الأقل حتى يتمكن من جمع الأطراف مرة أخرى للبحث في خيارات السلام، لكن على ما يبدو أن هذه الهدنة الحالية لم يكن حظها أوفر من سابقاتها التي أفشلتها الخروقات المتكررة ومنذ الساعات الأولى. في هذه اللحظة التي تتصاعد فيها مطالب إنهاء الحرب وإحلال السلام وبعد أن وصلت البلاد إلى حالة الانهيار الشامل، لا يجد الانقلابيون مشكلة في الاستمرار في حربهم على اليمنيين، رافضين تقديم أي تنازل من أجل إيقاف هذه الحرب أو إبداء أي حسن نوايا بهذا الاتجاه. يبدو ما يحدث طبيعيا على كارثيته، فالطرف الذي لا يؤمن إلا بالحرب كوسيلة وحيدة لتحقيق أهدافه لا يمكن توقع جنوحه للسلم فجأة حتى بعد أن وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، كما أن السلام مع الميليشيات بصيغه المختلفة والمتداولة حاليا لا يبدو أنه مطروح ليحصل اليمنيون على حقهم الطبيعي في سلام دائم، بقدر ما يهدف إلى إنهاء الحرب فقط، وهو ما يلقي بظلال كثيفة من الشك حول ما إذا كان السلام الذي سيحصل عليه اليمنيون حقيقيا أم مجرد إيقاف مؤقت لحرب لا يراد لها أن تنتهي. فمن يقف إذن وراء إفشال الهدن الإنسانية والعسكرية مرة بعد أخرى؟ ولماذا لا يحمل الطرف المعرقل مسؤولية إفشال هذه المساعي؟ وما هي المآلات السياسية والعسكرية المتوقعة بعد كل هذه التعثرات لجهود التهدئة وإحلال السلام؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيفينا من عمان، الدكتور عادل الشجاع عضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام جناح صالح، ومن اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأدعوكما للإجابة على السؤال المشترك. بداية، من برأيكم يتحمل مسؤولية تعثر أو فشل هذه الهدنة وسابقاتها؟ والبداية معك الدكتور عادل. أولاً أنا لا أؤمن بأن هناك هدنة، فالذي أفشل وقف إطلاق النار ومشروع وقف إطلاق النار المملكة العربية السعودية ومن وراءها بريطانيا. كان هناك مشروع لوقف إطلاق النار تحول إلى مشروع لهدنة 72 ساعة. نعم، يعني الإجابة ليست واضحة، من بالضبط الذي أفشل أو عثر هذه الهدنة، أو أنك لا تعترف بوجود هدنة من أساسه؟ أنا قلت أن هناك مشروع لوقف إطلاق النار، تم ضرب هذا المشروع وخرجوا بمسمى الهدنة للهروب من الوصول إلى مشروع لوقف الحرب. نعم، أستاذ ياسين التميمي. هذه الهدنة ليست جديدة، هذه الهدنة اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير الخارجية عندما التقى بولي العهد السعودي في قمة العشرين في الصين، فهو مقترح قديم وظل الانقلابيون يقاومونه إلى هذه اللحظة. ويجب أن نأخذ دلالة عدم صدور بيان على الانقلابيين بالقبول أو بالرفض دليل على أن هؤلاء الناس ملحقين بلاعبين أساسيين في الخارج ويقومون بدور أو بالحرب بالوكالة، بالتالي هم ليسوا معنيين بإيقاف الحرب وليسوا معنيين بالسلام في اليمن. الهدنة يمكن أن تكون مقدمة لوقف شامل لإطلاق النار، لكن لا يريدون هدنة، هم يريدون إعادة إنتاج هدنة كورية جديدة في بلد خطير جدا وهش مثل اليمن، وهذا لا يمكن أن يتم. أنا أعتقد حتى المقترح البريطاني الذي طرحه الدكتور عادل هذا كان مقترحا كارثيا وربما توقف في الوقت المناسب، لكن الهدنة هي طريق أولي إلى السلام وهو اختبار للنوايا. ولكن نعم أستاذ ياسين، خمس هدن تفضل. نعم، يعني هذه التفاصيل كثيرة ستكون هي محل نقاشنا، سوف أكتفي بهذا القدر للإجابة على السؤال الأول. أشكركما ضيفي الكريمين وأدعوكما والمشاهدين الكرام إلى متابعة هذه المادة التوثيقية لمحطات للهدن السابقة مع الإنقلابيين، نتابعها ونعود للنقاش. في 13 من مايو 2015 أعلنت الأمم المتحدة عن بدء هدنة إنسانية لمدة 5 أيام لفتح المجال أمام تقديم المساعدات الإنسانية للسكان. التزم التحالف العربي بالهدنة، وكان الرد العسكري محدوداً على الخروقات الحوثية
لكن الغارات الجوية لم تستأنف إلا بعد انقضاء وقت الهدنة بالكامل. في 10 يوليو 2015 أعلنت الأمم المتحدة عن هدنة جديدة في اليمن، لكنها لم تصمد سوى ساعات نتيجة لعدم التزام الميليشيا بإيقاف إطلاق النار. أما في 26 يوليو 2015 فقد تم إيقاف إطلاق النار من جانب القوات الشرعية والتحالف للسماح بإدخال المواد الإغاثية للمناطق المتضررة والمحاصرة. في ديسمبر من العام 2015 بالتزامن مع انطلاق المشاورات السياسية بين الحكومة اليمنية والميليشيا في مدينة بيال السويسرية، تم الاتفاق على هدنة ووقف لإطلاق النار، وأعلنت قيادة التحالف انتهاء الهدنة مطلع يناير نتيجة لعدم التزام الميليشيا. أما في 9 مارس 2016 فقد أعلن من جانب المملكة العربية السعودية عن هدنة محدودة على الحدود اليمنية مع المملكة بعد وساطة قبلية لإدخال المساعدات الغذائية للمناطق الحدودية والمتضررة من الحرب. في 10 أبريل 2016 تم التوصل لهدنة جديدة بعد مفاوضات بين الحكومة والتحالف من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى برعاية أممية في مدينة الظهران السعودية، وفيها تم الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية من الجانبين. في 19 أكتوبر 2016 دخلت الهدنة الأخيرة حيز التنفيذ لمدة 72 ساعة وفقاً لشروط وأحكام الهدنة السابقة، ومنذ ساعاتها الأولى لم تلتزم الميليشيا بوقف إطلاق النار. وفي الوقت الذي يبحث المجتمع الدولي سبل تمديدها لهدنة دائمة أو طويلة الأجل، يبدو أن خروقات الميليشيا ستنهيها عند أجل 72 ساعة. نعم، بعد هذا الاستعراض السريع لمراحل ومحطات من الهدن السابقة بين أطراف الصراع في البلد، وعودة إليك دكتور عادل الشجاع، تحدثت بأن يعني ما تم خلال الأيام الماضية لم يكن يعني هدنة ناضجة بشكل كافي، إذن لماذا سمعنا تصريحات على لسان ولد الشيخ بأنه تلقى موافقة من جميع الأطراف على هذه الهدنة؟ هذا صحيح، هو تلقى موافقة من جميع الأطراف، ولكن علينا أن نتوقف أمام المخرج الذي توصل إليه ولد الشيخ في الفترة الأخيرة للوصول إلى الإعلان عن هدنة لـ 72 ساعة. نحن نتحدث عن حرب شنتها السعودية على اليمن منذ سنة وسبعة أشهر، ويفترض أن السعودية تتوقف عن إدارة هذه الحرب التي لم تجني منها شيئاً سوى قتل الشعب اليمني وتدمير بنيته التحتية. الأمم المتحدة تتحدث عن 10 مليون طفل يمني غير قادرين الوصول إلى مدارسهم، وتتحدث عن 17 مليون يمني تحت خط الفقر ويحتاجون إلى الغذاء. وحينما كان هناك مشروع بريطاني لاستصدار قرار ملزم لجميع الأطراف، تحايلت عليه السعودية وتحول بعد ذلك إلى هدنة لـ 72 ساعة. الحديث عن هدنة حينما يكون هناك حرب بين دولتين أو بين طرفين، الحرب تدار اليوم من طرف واحد من قبل المملكة العربية السعودية منذ سنة وسبعة أشهر. نعم دكتور عادل، هل يمكن أن تضعنا في تفاصيل هذا المشروع البريطاني دكتور عادل؟ يعني لم يعلن عن المشروع البريطاني، أعطينا بعض التفاصيل. كان يدعو المشروع البريطاني إلى وقف الحرب في اليمن بدون قيد أو شرط، وسيحمل الطرف الذي يرفض هذا القرار مسؤولية استمرار هذه الحرب. فشعرت السعودية بأنها في مأزق، وبالتالي تحايلت على هذا القرار وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أن يؤجل مناقشة هذا القرار لمدة 10 أيام أخرى. والحقيقة أن سمعت الأخ ياسين التميمي يقول أن هذا مشروعا كارثيا، حينما يكون هناك دعوة لوقف الحرب ولقتل اليمنيين يكون مشروعا كارثيا، تحول اليمنيون إلى دعاة لقتل بعضهم البعض وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، هذا شيء خطير حقيقة، لأنهم استمرأوا الدماء واستمرأوا ما يجري لبلدهم ولشعبهم. اليوم اليمن وصل إلى مرحلة من التفكك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والعقلاء من الناس اليوم يدعون إلى وقف الحرب وإلى رفع شعار السلام، والحرب تدار اليوم من طرف واحد والجميع يعرف ذلك. لا الجميع يعرف بأن هناك أطراف أكثر. نعم دكتور عادل، بالنسبة لأطراف الصراع الهدنة هناك أكثر من طرف، وهناك حرب داخلية وخارجية دكتور عادل.
أكمل الفقرة ثم تسألينني. الهدنة التي أعلنت كانت هروباً في الأساس من الضغط، من الضغط الشعبي العالمي والدولي للمجزرة التي ارتكبتها السعودية في صالة العزاء في العاصمة صنعاء، وبالتالي حاولت الهروب لإعلان هدنة في الأساس هي لم تلتزم بهذه الهدن منذ بدايتها. ونحن نعلم أنه في كل هدنة من الهدن كانت السعودية تمارس إما احتلالاً لبعض أراضي اليمن أو ترتكب مجازر معينة، وفي هذه الهدنة التي حاولت أن تدفع ولد الشيخ للإعلان عنها حاولت الإنزال في ذباب وفي الوازعية لكي تحتل منطقة المخاء والمنطقة المشرفة على باب المندب. نعم، إذا الفكرة واضحة دكتور عادل، فكرتك الآن واضحة تماماً. إذا كانت هذه الهدنة عبارة عن تحايل من السعودية من إجراءات كان من المفترض أن تتخذ تجاهها. إذن أستاذ ياسين التميمي، هل يمكن أن نتحدث عن أنه هذه الهدنة أطلقت في ظروف لم تكن ناضجة وجاهزة تماما لإطلاقها، وأن الظروف لا زالت ملتبسة، وأن هناك لا زال عدم وجود جدية واضحة من المجتمع الدولي لإحلال السلام من بوابة إنهاء الانقلاب؟ أولا ليس هناك حيل، يعني السعودية ليست ساحر، والمجتمع الدولي والسعودية كانت تتخاطب أو عندما التقت في لندن مع وزراء خارجية دول كبرى، ولا شك أنهم تناقشوا في المخرج المناسب بالنسبة للأزمة اليمنية. أولا أريد أن أقول بأن تدخل المملكة العربية السعودية على رأس التحالف العربي ليس حربا على اليمن، هذه مغالطة كبرى. الدكتور عادل عندما يتحول إلى داعية سلام هذا شيء يثير التفاؤل، ولكن أريد أن أقول للدكتور عادل فقط انسحبوا على القطعان الميليشياوية التي تحاصر تعز وتقتلها كل يوم، عليها أن تنسحب فقط، عليها سنتحب من البيضاء، من تعز، من الحديدة، من صنعاء، وكل شيء والسلام سيحل على اليمنيين وسينعمون بالسلام، ولا نحتاج إلى تدخل التحالف العربي ولا إلى تدخل الأطراف الدولية، لا نريد شيء من هذا الكلام كله. الذي يقتل في اليمن والذي يدمر البنية التحتية والذي يفجر المدارس والذي يحتلها ويحولها إلى تكنات بل ويحولها إلى سجون سرية للتعذيب، الذي يعتقل أكثر من 10,000 يمني، هم العصابة الحوثية المدعومة من بقايا قوات المخلوع صالح، الذين تآزروا في يوم من الأيام وفي لحظة انتهازية إقليمية ودولية وانقلبوا على مسار العملية السياسية، واعتقدوا أن بإمكانهم أن يوظفوا الإمكانيات العسكرية التي لديهم لاحتلال الدولة من جديد والاستئثار بها والاستئثار بالسلطة والثروة وإخراج القوى اليمنية كلها خارج اللعبة السياسية. كانت جريمة كبيرة سقوط صنعاء، هذه هي الجريمة الحقيقية التي يجب أن نتحدث عنها، سقوط صنعاء، تدمير المؤسسات، هذه هي الجريمة. بقية الأشياء تفاصيل. أعتقد عندما تطلب سلطة شرعية من تحالف عربي ومن دول شقيقة تدخل لإعادة اليمنيين إلى مسار السلام هذا أمر طبيعي. اليوم من الذي يحارب في العراق؟ هناك داعش في الموصل، داعش هذه لدينا نسخة منها، داعش يوم الحوثيون وبقايا المخلوع صالح. اليوم التحالف العربي يجتمع في اليمن من أجل إنقاذ هذا البلد من داعش أخرى، هذه داعش نريد أن نتخلص منها كما يريد العراقيون أن يتخلصوا من داعش الموجودة في الموصل. اليوم الذي يحارب في الموصل، من الذي يحارب في الموصل؟ هل تعتقد أن حيدر العبادي هو الذي يحارب في الموصل؟ الذي أصدر قرار الحرب وتحرير الموصل هو الرئيس أوباما، وأنتم في تقديري أنكم جزء من هذا الحلف الذي يحارب اليوم في الموصل ويقتل السوريين، يعني أنتم في حالة فصام حقيقي. على فكرة اليمن لا يريد منكم أكثر من أنكم تنسحبوا من المدن وتكفوا عن قتل اليمنيين فقط. نعم. أنكم تقتاتون على أخطاء التحالف، هذه مشكلتكم، هناك أخطاء على هامش الحرب، لكن الحرب الحقيقية هي التي أنتم أعلنتوها على اليمنيين. نعم، إذن الحرب الحقيقية هي الحرب التي أعلنها الإنقلابيون على اليمنيين منذ إسقاط العاصمة صنعاء والإنقلاب على الدولة وعلى ما توافق عليه اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني، وأن أسهل طريق للسلام التراجع عن هذا الإنقلاب وانسحاب من المدن وإعادة الأمور إلى نصابها. دكتور عادل الشجاع، أولا الحديث عن أن المملكة لا تشن حربا على اليمن أعتقد هذا حديث المعتوهين، لم يتحدث أحدا عن أن السعودية لا تشن حربا أو أن عقولهم أصبحت عبارة عن قطعة من الإسفنج المبللة بالنفط الأسود. لا يمكن لعاقل أن يقول أن تدخل السعودية وترتكب مجازر حرب وحرب إبادة ضد اليمنيين
حتى أنها دمرت كل ما يملكون وما بنونه خلال 60 عاما، ويقول أن ذلك كان التدخل من أجل إعادة مجموعة من الناس الذين يسمون بالشرعية. هذه الحرب بهذه الطريقة لسنة و7 أشهر، وقتل اليمنيين من أجل مجموعة لا تتجاوز 50 فردا في فنادق الرياض، أعتقد أن هذا حديث المعتوهين وليس سيد عادل. سيد عادل الشجاع عند هذه النقطة. سيد عادل الشجاع في كل نعم سيد عادل في كل مكان في العالم، الشرعية في أي بلد في العالم هي عبارة عن مجموعة أشخاص، عبارة عن مجموعة موظفين، وأي جهة تنقلب على هذه السلطة الممثلة بهؤلاء الأشخاص ربما تشن حرب لمقاومتها. يعني أنت تقلل يعني من شأن عدد الأشخاص، لا أنت لا السلطة تريدها بأي عدد. لم تشن أي حرب، لم تشن أي حرب في العالم. أي سلطة انقلابية في العالم يتم دعوتها من قبل المجتمع الدولي لاحترام الديمقراطية ويدعونها إلى إجراء انتخابات، هذا عبر التاريخ. لم نسمع في التاريخ أن هناك سلطة انقلابية يعني دعوا لمحاربتها بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، بتدمير مقدرات. نعم نحن نتحدث الآن، لا نتحدث عن حزب سياسي ولا عن جماعة منظمة، نعم نتحدث عن جماعة منفلتة، عن ميليشيات مسلحة. سيد عادل اليوم، سيد عادل أنت لا تتحدث حتى عن جماعة سياسية، نتحدث عن ميليشيات مسلحة غير منظمة منفلتة، هي من قضت على الدولة. ما الذي كنت تتوقعه من السلطة الشرعية هنا؟ لدينا ديمقراطية، وعلى 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 الجميع أن يدعو للعودة للإرادة الشعبية. أما أن يقتلون شعبا بكامله ويحاصرونه لأكثر من سنة و7 أشهر جوا وبرا وبحرا ويمنعون عنه الغذاء والدواء. نعم فسر لنا دكتور عادل، أنت تتحدث كلام مهم. نعم فقط هل يمكن أن تفسر لنا كيف يمكن أن تعود الأطراف السياسية إلى الديمقراطية في حال اقتحام جماعات مسلحة على عاصمة وإسقاطها ونهب المعسكرات وملاحقة رئيس جمهورية ووضعه تحت الإقامة القبرية وملاحقة الحكومة وملاحقة الناشطين وتعذيبهم واعتقالهم؟ يعني أي ديمقراطية تتحدث عنها في ظرف كهذا؟ ما قيمة هؤلاء الذين يتم يعني إيداعهم في السجون مقابل 30 مليون من اليمنيين؟ دعنا نبدأ من نقطة البداية. سيد عادل، سيد عادل نحن نتحدث من نقطة البداية، نتحدث عن الأسباب وليس عن النتائج. دكتور عادل دعنا في نقطة الأسباب. سيد عادل حتى نرتب الأفكار والنقاش، دعنا في نقطة الأسباب، سننتقل بعدها إلى النتائج. يعني الحديث عن الحرب أو التدخل السعودي الذي جاء في شهر مارس، أي ما بعد 6 أشهر من الانقلاب على السلطة، هي نتائج لهذا الانقلاب. دعنا في هذه النقطة، كيف يمكن، ما الذي أنت تتوقعه من سلطة شرعية تجاه انقلاب ميليشوي عليها؟ يعني صف لنا الآن ما ردة الفعل التي تتوقعها؟ أختي العزيزة تعالي الآن نقف أمام القانون، أمام القوانين الدولية وأمام ميثاق الأمم المتحدة. لا القوانين الدولية ولا ميثاق الأمم المتحدة يجوز للسعودية أن تأتي لتشن حربا على اليمن بهذه الطريقة. إذا اتفقنا وجوزنا بأن هناك سلطة انقلابية، ينبغي دعوة هذه السلطة الانقلابية إلى العودة إلى الشعب وإلى أن تكون هناك انتخابات. وحينما ترفض هذه السلطة الانقلابية ذلك، يكون من حق الأمم المتحدة وليس من حق أي دولة أخرى. نحن نعم دكتور عادل، نعم سأحيل هذا الكلام إلى القانون الدولي. نعم سأحيل طرحك إلى الأستاذ ياسين التميمي. ويعني ومن المهم الإشارة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة تضمن مادة تجيز وتسمح لأي رئيس دولة طلب الدعم العسكري في حال انقلاب عليه من قبل أي جهة تهدد شرعيته. أستاذ ياسين التميمي، يعني الحديث عن ديمقراطية ومواجهة الانقلاب العسكري بالسبل والأدوات الديمقراطية، كيف أنت تفهمها؟ أولا كلام الدكتور عادل مع احترامي وتقديري يتضمن مغالطات كثيرة. أولا هناك المادة 50 في ميثاق الأمم المتحدة تجيز لأي سلطة شرعية الاستعانة بما تريد من إمكانيات ومن مساعدات خارجية لاستعادة القانون في بلدها. هذا أمر واضح، لأنه هذه هي السيادة. وكيف تفهم السيادة بالنسبة للدول؟ هل يمكن أن يعني تذهب هذه السيادة هباء لمجرد أن عصابة انقضت عليها،
أولا يعني الإرادة الشعبية التي أشار إليها الدكتور عادل هي الإرادة الوطنية الكاملة التي خرجت في 11 فبراير وأجبرت المخلوع علي عبد الله صالح على توقيع اتفاق التنازل عن السلطة. علي عبد الله صالح هل يتعين على اليمنيين أن يقدموا كل هذه القرابين من أجل أن يعود إلى السلطة؟ ألا يخجل هذا الرجل؟ الأمة اليمنية بكلها خرجت ضده، لكن قام ونظم ثورة مضادة ثم دفع بمجاميع وقطعان يعني معظمهم من القوات المسلحة التابعين له والموالين له والذين احتشدوا على أسس جهوية ومناطقية وأرادوا أن يستعيدوا السلطة والدولة والثروة ويلقوا بأكثر من 3/4 اليمنيين خارج الحسابات. هذه هي المشكلة اليوم، هناك سوء فهم للإرادة الوطنية. الإرادة الوطنية أطاحت بعلي عبد الله صالح. بأي شرعية علي عبد الله صالح يخرج بعد حادثة صالة العزاء ويقول الآن أدعو القوات المسلحة والجنة الشعبية إلى الذهاب إلى الحدود للحرب؟ بأي صفة يتحدث؟ أولا هو تجاوز حتى الهياكل المزيفة التي أقامها، الهياكل الانقلابية المزيفة من لجنة ثورية ومجلس سياسي، ويعني استغل هذه الفرصة السيئة لكي يعيد وضع نفسه كزعيم وحاكم مطلق وحاكم باسمه في اليمن. هذه هي المشكلة، المشكلة تكمن في علي عبد الله صالح وليس في السلطة الشرعية التي تسلمت السلطة بإرادة شعبية كاملة أطاحت برئيس وأقامت رئيس بدلا عنه. هذا الرئيس السابق استثمر ما لديه من إمكانيات ونفوذ في المؤسسة العسكرية التي أقامها على أسس جهوية وطائفية للأسف الشديد، وقام بالانقلاب على شرعية النظام الانتقالي الذي كاد أن يصل إلى مشارف التسوية السياسية. قبل الثوار الذين أطاحوا بعلي عبد الله صالح بأن تنجز عملية التحول السياسي بنصف ثورة وبنصف إرادة سياسية لكي يحفظوا اليمن ويحفظوا مقدرات اليمن ولكي لا تذهب المزيد من الدماء من أجل السلطة في اليمن. لكن الذي حدث عندما قدم هؤلاء من صعدة من دماج إلى صنعاء بمؤازرة الحرس الجمهوري ارتكبوا جرائم لا يمكن ولا يمكن لليمنيين أن عرفوها من قبل. هدمت منازل واعتقل أكثر من 10,000 شخص وأغلقت المدارس وتقريبا سلمت الدولة إلى عصابة. اليوم هذه العصابة يعني أوصلت البلد إلى مستوى لا يمكن أن نتصوره عقل. اليوم أكثر من 1,000,000 موظف لا يستطيعون أن يستلموا مرتباتهم. ماذا تقول عن هذا السلوك؟ هل تريد من الأمم المتحدة أن تكون غطاء لأي انقلاب في أي بلد؟ هذه مشكلة كبيرة. نعم. الأمم المتحدة مهمتها أن توفر غطاء لكل من أراد أن ينقلب على أي سلطة في أي بلد لمجرد أنه يمتلك القوة. هذه نعم. شرعية نعم. هذا السؤال. المملكة العربية السعودية تدخلت على رأس تحالف عربي بطلب من سلطة شرعية، وهذه السلطة الشرعية ليست في معزل عن شعبها. 3/4 اليمنيين يؤيدون هذه السلطة الشرعية، يحبونها أو لا يحبونها، لكنهم لا خيار لهم سوى احترام هذه الشرعية والحفاظ على هذه الشرعية، لأن الحفاظ على هذه الشرعية يعني الحفاظ على يعني على كرامتهم وعلى دمائهم وعلى يمنهم. نعم. هذا هو الدافع الأخلاقي الذي جعلهم يساندون الشرعية ويقبلون بتدخل. نعم نعم أستاذ ياسين. نعم. إذا اليمنيون الشرعية ليست وحدها، هناك الكثير من اليمنيون يقاتلون من خلفها كمقاومة شعبية أو كجيش وطني أو حتى تلك الفئة التي ترزح تحت إرهاب الانقلابيين. إذا ثنائية الحرب والانقلاب أستاذ عادل الشجاع، يعني كل ما يراد أن تفهمه الميليشيا هو أن هذه الحرب ما هي إلا نتيجة لهذا الانقلاب، وأن مجرد التراجع عن هذه الخطوة خطوة الانقلاب يمكن أن تفتح الآفاق وتفتح المجال لسلام قادم ومستدام لليمنيين. لماذا لا تعلن هذه الجماعة يعني مبادرات أو أي خطوات توحي بالثقة بأنها يمكن أن تتراجع عن هذه الحرب التي قادت اليمنيين إليها من خلال تراجعها عن الانقلاب؟ اطلبوا من المملكة العربية السعودية تكف عدوانها والشعب اليمني كفيل بأن يقنع السلطة الانقلابية بالعودة إلى الشعب. لماذا ليس العكس؟ الأخ ياسين لماذا ليس العكس يعني أستاذ الدكتور عادل؟ لماذا لا نجرب العكس؟ يتحدث نجرب العكس أمام عدوان، بأي عقل وبأي منطق تتحدثون أنتم؟ ابدوا حسن النوايا. هناك عدوان من سنة وسبعة أشهر. نعم بمنطق أن أكثر المنطق الذي يقول أكثر من 300,000 صاروخ وقنبلة سقطت على اليمنيين. إذا كنتم قد فقدتم الإحساس فهذا شأنكم. عليكم أن تسمعون إلى الشعب اليمني، عودوا إلى الشعب اليمني واسمعون منه ماذا يقول.
المنطقة حينما يتحدث سيد عادل المنطقة الذي يقول بأن هذه الحرب ثلاثة الانقلاب هو ما يطمننا. هو يكذب للأسف الشديد. لو سمحتي لا تقاطعينني مثلما أنك لم تقاطعينه. نعم. حينما يقول المادة 50 هو يكذب يعني. هو لم يقرأ ميثاق، لو تكرمتي، لم يقرأ ميثاق الأمم المتحدة. المادة 50 يقول أنها تدافع عن السيادة. هل هذه هو السيادة الوطنية؟ الحديث عن السيادة هو سيادة الوطن وليس سيادة أشخاص. مثلما أن علي عبد الله صالح سلم السلطة، هذه انتهت فترته كرئيس توافقي في 2014، ثم مدد لنفسه سنة إلى 2015. هل يبقى هادي من أجل أن يفنى 30 مليون من اليمنيين؟ علي عبد الله صالح حينما رفض أن يسلم السلطة وهو حاكما شرعيا ومرشحا ومنتخبا من اليمنيين، قلتم أنه مغتصب للسلطة. وهادي حينما انتهت ولايته يستمر شرعيا حتى يفني الشعب اليمني. طيب على الأقل نعم سيد عادل به. الرئيس هادي هو آخر رئيس منتخب من قبل الشعب. اليوم نعم دكتور عادل، الرئيس هادي هو آخر رئيس منتخب من قبل اليمنيين. لو سمحتي نعم دكتور عادل، هو نقاش يعني وليست محاضرة. طيب دكتور عادل أريد أن أكمل فكرتي. أكمل لكن بعد هذه المداخلة. الرئيس هادي هو آخر رئيس شرعي للبلاد، يعني أنت تريد اليمنيين توافقوا على أي رئيس؟ على صالح الصماد مثلا؟ أي شرعية يا أختي تتحدثين عن رجل انتهت ولايته التوافقية في 2014؟ نعم. المفروض يفترض أن يدعو الشعب اليمني مثلما أنه خرج للتصويت له، يدعو كان الشعب اليمني للخروج لانتخاب رئيس آخر. أتريدون هادي يبقى رئيسا حتى يفني الشعب اليمني؟ نحن لا نقول صالح الصومال، نعم، لكن ولا نقول أي شخص من الأشخاص. نحن نقول العودة للإرادة الشعبية. هل تستطيعون ولديكم من الجرأة ولديكم من القوة أن تواجهون الشعب اليمني وتعودون إليه وهو يرشح من يشاء؟ أما أنكم تبررون لمجازر عدو اليمنيين عبر التاريخ ويقتلهم بهذه الكيفية، ما يتعلق بمرتبات مليون موظف يمني كما قال، الذي أحرمهم من مرتباتهم هادي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وبالتالي أربك الوضع الاقتصادي داخل البلد بهذه الحقارة والسفالة والمؤامرة على هذا الشعب. حينما كان البنك تحت إمرة الانقلابيين الذين تسمونهم انقلابيون، ظلوا يدفعون المرتبات للشمال وللجنوب لسنة وسبعة أشهر، واليوم حينما نقل البنك المركزي إلى عدن توقفت المرتبات. أتقتاتون على أموال قليلة على حساب هذا الشعب؟ نتحداكم أن تعودون للشعب اليمني. كيف طيب أمامهم في الانتخابات؟ أتمنى أن تكون قد انتهيت دكتور عادل، أعطيتك وقت كافي. نعم فكرتك أصبحت واضحة، كيف نريد أن نعود للشعب ونعود للإرادة الشعبية. السؤال هنا بكل هدوء ودون تشنج، كيف يمكن أن يعود اليمنيون للإرادة الشعبية في ظل انقلاب؟ أيها الانقلاب يحله الانتخاب. سنذهب يعني إلى الانتخابات بأي منطق؟ طيب أستاذ ياسين التميمي، إذا الانقلاب يحل الأمم المتحدة أن تشرف على الانتخابات. نعم. علينا جميعا أن ندعو الأمم المتحدة، بدل أن تأتي الأمم المتحدة لتعلن هدنة ل 72 ساعة، على الأمم المتحدة أن تتخذ قرارا ملزما بوقف الحرب داخليا وخارجيا، وأن تشرف على الانتخابات، واليمنيون ينتخبون من يمثلهم. هل نعم هذه صعبة؟ لا سهلة جدا وفكرة عملية جدا. نعم هذا مقترح مقترح عظيم سيد عادل، لكن هل تعتقد بأنه من المجدي عمل انتخابات ولا زالت الميليشيا تحتكر سلاح الدولة الذي نهبته من المعسكرات؟ أترك الإجابة الآن للأستاذ ياسين التميمي. إذا هذه الانقلاب ينهي الانتخاب، هل ترى بأن هذا مقترح مناسب؟ البديل للديمقراطية نعم أن نقتل بسلاح السعودية؟ نعم أستاذ ياسين التميمي، إذا الدكتور عادل الشجاع يتحدث عن إنهاء لهذا الوضع الكارثي اللي تعيشه البلد من خلال انتخابات تنهي الانقلاب، كيف يمكن أن نفهم هذا الطرح؟ أولا أريد أن أؤكد أن السعودية ليست معتدية على الشعب اليمني، السعودية جاءت بطلب من السلطة الشرعية وهي تحارب بانضباط كامل، لكن الذي يقتل اليمنيين هم الحوثيون والمخلوع صالح.
هذا واحد. اثنين، الذي لو كان الدكتور عادل يتحدث عن الديمقراطية وعن الانتخابات وعن الإرادة، أريد أن أسأله لماذا أخذ ذات يوم مدير مكتب الرئاسة ومعه وثيقة الدستور، وثيقة الدستور اللي كان يفترض أن تقف أمامها الهيئة الوطنية العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمراجعتها وإقرارها وإنزالها للشعب اليمني للاستفتاء. ما الذي أزعجهم في وثيقة الدستور التي شاركوا في صياغتها واستمرت عدة أشهر في أبو ظبي وفي صنعاء وفي أماكن مغلقة وكان وأعدت في أجواء من النقاش الحكيم والرصين، وخرج الجميع بوثيقة تعكس إجماع وطني؟ لماذا تحديدا عندما قدمت هذه الوثيقة تم اعتقال نائب مدير مكتب الرئاسة، ومنها دخلت القطعان الميليشياوية وألوية الحرس الجمهوري واحتلوا صنعاء واحتلوا دار الرئاسة وقتلوا أقارب الرئيس؟ يعني هل هذا تعبير عن إرادة شعبية؟ الذين خرجوا في 2011 استخدموا السلمية وضحوا حتى لا يقتل اليمنيون، لكن هؤلاء دخلوا إلى منزل الرئيس وأهانوا الرئيس وقتلوا أقاربه وأفراد حراسته واستخدموا كل مديهم. كان استعراض بلطجي واضح. أنا أعتقد أن الجريمة التي ارتكبت في صنعاء بأسلحة الإنقلابيين لا تسقط بالتقادم. اليوم التتويه والحديث عن ديمقراطية وأن هؤلاء الناس الذين اقتصبوا السلطة هم الذين سيدعون الشعب اليمني إلى انتخابات، هذه مهزلة، هذا ضحك على الدقون، هذا لا يمكن القبول به مطلقا. من هذا الذي سيذهب إلى صناديق الاقتراع تحت هراوة المخلوع صالح أو عبد الملك الحوثي؟ هذا مرفوض. الشعب اليمني أول وقبل كل شيء يريد أن يحاكم هؤلاء القتلة الذين أعاقوا مسيرة السلام والذين أجهضوا مسيرة السلام والذين أوردوا اليمنيين إلى التهلكة. من الذي أسقط صنعاء؟ من الذي توجه إلى البيضاء وبدأ يقاتل هناك؟ من الذي اقتحم الحديدة؟ من الذي يحارب في تعز اليوم ويحاصرها ويمنع عنها الغذاء والدواء ويقصفها بلا هوادة؟ من الذي يرتكب المجزرة تلو المجزرة؟ ومن القناصة الذين يحتلون أسطح المنازل في تعز ويواصلون القتل؟ أليس من قوة النخبة التابعة للجيش المخلوع السابق؟ من الذي يقتل؟ ولكن السعودية أيضا تقرعني بأن المملكة العربية السعودية جاءت لتقتل اليمنيين. السعودية جاءت ومعها التحالف العربي لكي يدمر الصواريخ التي كانت ستقتل اليمنيين أكثر لو كانوا استمر هؤلاء الناس بدون هذه بهذا التدخل الجوي. هل تريدون أن تنتجون نموذج بشار أسد جديد في 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 اليمن؟ كنتم ستختزمون طائراتكم ومروحياتكم لإلقاء البرامل المتفجرة على 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 منازلنا وعلى مدننا، ولن تكتفوا بتدمير ما قد دمرتوه، بل ستدمرون هذه المدن على رؤوس ساكنيها من أجل أن تحتفظوا بالسلطة كما يفعل بشار الأسد حليفكم. لديكم نماذج سيئة في العراق ولديكم نماذج سيئة في سوريا، كنتم تريدون تطبيقها في اليمن وهذا غير ممكن. السعودية تنطلق من تدخلها أولا لأن سلطة شرعية طلبتها، ثانيا لأنها لها علاقة مباشرة بالأمن الاستراتيجي للمنطقة. اليمن يقع على حدودها الجنوبية. أنتم أول شيء عملتموه أنكم استدعيتم إيران الطائفية، هذا البلد الموتور، هذا البلد الذي يساهم من خلال حرسه الثوري في قتل السوريين بلا هوادة في سوريا، ويدير الخرف في العراق ويدير الخرف في لبنان ويمنع انتخاب رئيس لبنان حتى هذه اللحظة. تريدون أن تحولون اليمن إلى منصة لإيذاء جيرانه، تحولون اليمن إلى مجرد ميليشيات وقطعان ميليشيوية، هذا مرفوض. اليمنيون خرجوا اليوم في مواجهة هذه الميليشيا ولن يعودوا إلا بعد أن تعود دولتهم، وعندما تعود دولتهم ستعود لكل اليمنيين. لن تكون هزيمة لأي مكون اجتماعي أبدا، ولن تكون مهمة هزيمة لأي طرف يمني، ستكون انتصار لكل اليمنيين، حتى الذين يقاتلون الآن واليوم ضد السلطة الشرعية وهو مغرر بهم سيكتشفون أنهم كانوا على خطأ. الذين يقاتلون من أجل السعودية الشرعية يقاتلون من أجل اليمن، من أجل مستقبل اليمن. السعودية عامل خارجي يساند السلطة الشرعية وله أيضا أهداف استراتيجية تتعلق بأمنه الإقليمي، لأن هناك مهدد حقيقي خطير جدا يتمثل في التدخل الإيراني في اليمن. نعم دكتور، اليوم دكتور الدبلوماسي الوحيد الموجود في صنعاء هو الدبلوماسي غير شرعي ويتبع إيران، وهذا دليل على الاستفزازات التي لا يمكن أن تحتمل من دولة كإيران
أو من أذرعتها الذين يمارسون العنف في اليمن. نعم دكتور عادل الشرقبي، إذن يعني تحدث الأستاذ ياسين عن أن هناك تدخل التحالف جاء لدعم السلطة الشرعية أو طلب من السلطة الشرعية التي يعترف بها العالم كله عداكم طبعا، وأيضا للحفاظ على الأمن الاستراتيجي للمنطقة. بالنسبة لمن تقاتلهم أنتم في الداخل على تعز على سبيل المثال، لماذا تقاتلهم؟ ما هي المبررات التي يقتل فيها أبناء تعز خلال أكثر أو خلال ما يقارب عامين ويحاصرون؟ ولماذا لا تسقطون هذه الحجة بتراجعكم عن هذه الاقتحامات والمواجهات للمدنيين والمدن اليمنية؟ لا تحاولون اختزال يعني قضية اليمن في محافظة تعز والمزايدة عليها. ما يجري هناك حرب داخلية وحرب خارجية على اليمن. الحرب الداخلية نتاج للحرب الخارجية للعدوان على اليمن. السعودية لم تأتي إلى اليمن بهدف تحريرها من السلطة الانقلابية. دكتور عادل اسمح لي فقط استوقفك في هذه النقطة، يعني وعد لمواصلة نقاشك. تحدثت بأن الحرب الداخلية نتاج للحرب الخارجية فقط، يعني لأننا لا نريد أن نمرر هذه العبارة. لو سمحتي، نعم لو دكتور عادل فقط، هل يمكن لمرة واحدة سأترك لك المجال تتحدث براحتك؟ نعم لو تحدثت عن أن الحرب الداخلية هي نتاج الحرب الخارجية، بينما الحرب الداخلية بدأت قبل 6 أشهر من الحرب الخارجية. من قال طبعاً. ذلك؟ من قال؟ لم تبدأ الحرب إلا بعد العدوان السعودي على اليمن. هناك سلطة انقلابية، يريحكم هذا الكلام، هناك سلطة انقلابية وكلنا نقول هناك سلطة انقلابية. هذه السلطة الانقلابية سلطة الأمر الواقع، نحن آمنا بها حتى يخرج الشعب لإسقاطها، لكن أنتم ذهبتم إلى السعودية وتركتم السعودية تعتدي على اليمن تحت حجات أن هناك دعوة من الرئيس الشرعي. دعونا نناقش هذه الفكرة. نعم. أولا، لا، لو كان هادي رئيسا شرعيا لا يحق له أن يدعو بلدا آخر لتأتي لضرب بلده إلا إذا كان هذا البلد بينه وبين اليمن اتفاق دفاع مشترك. ما فيش بين اليمن وبين السعودية اتفاق دفاع مشترك، ومع ذلك نسلم بهذه النقطة. عليه أن يعود إلى مجلس النواب للتصويت على دعوته هذه، ومجلس النواب يقر ذلك أو لا يقر. هادي قال في مقابلته مع قناة أبو ظبي أنه لم يسقيل له وهو في الطريق أن السعودية قد هاجمت اليمن وهو لم يكن على علم بذلك. هذا كلام هادي ليس كلامي أنا. السعودية جاءت لتحارب إيران في اليمن. إيران موجودة على الخارطة ومعروف مكانها، وتستطيع السعودية أن تذهب لمحاربة إيران في مكانها المحدد. إيران موجودة في الجزر الإماراتية الثلاث، ويمكن للإمارات وللسعودية اللتان تعبثان بالدماء اليمنية لوجود مثل هؤلاء الذين يحملون في رؤوسهم إسفنجات مملوءة بالنفط وليس بالعقول. فعليها أن تذهب لتحرر الجزر الثلاث. ما يتعلق بوثيقة الدستور، هو قال بأن هذا الدستور كتب في أبو ظبي وفي ألمانيا وفي الغرف المغلقة. نعم، لأنه لم يكتب في اليمن، لأنه كان مؤامرة على هذا البلد لقيادتها لهذه الحرب القذرة التي تدار عليها اليوم. لو كان دستوراً يمنياً لكتب على الأراضي اليمنية وفي غرف مفتوحة، أما أن يكتب في أبو ظبي وفي ألمانيا وفي غرف مغلقة فمثل هؤلاء كانوا يخططون لهذه الحرب على هذا البلد. لكن هذا البلد سوف ينتصر وسوف يحقق انتصارته لأنه صاحب حق. أما هؤلاء الذين يقتاتون على فتاة أموال السعودية ستنتهي عن هذه الأموال. أنا لا أدري عن من تتحدث يا دكتور. الأحذية. نعم دكتور عادل، لا أدري، يعني أنت استخدمت ألفاظ يعني غير مقبولة على شاشتنا، ولا أدري من تقصد بها. على أي حال تحدثت كثيرا لكنك لم تقل شيئا عن مالا من السعودية ويبرر. نعم. لعدوان السعودية، كل من يبرر لعدوان السعودية هو مشترى بمال سعودي. نعم. لأنه لا يرضى أحد. طيب. على وطنه إلا من سقطت منه القيم والأخلاق والوطنية. طيب.
طيب إذا ماذا عن آفاق الحل القادم دكتور عادل؟ أنا قلت آفاق الحل على الأمم المتحدة أن تتخذ قراراً ملزماً بعد أن ثبت لها أن هذه الحرب لا يمكن أن ينتصر فيها طرف على طرف، وبالتالي حينما حاولت بريطانيا أن تقدم مشروع قرار هذا القرار سيكون ملزماً، وعلى المجتمع الدولي مثلما الآن هناك عدوان بدون أي مبرر على المجتمع الدولي أن يأخذ على يد الذي سيرفض أن تذهب اليمن نحو الانتخابات وأن يذهب الشعب لاختيار من يمثله، أما أن يفرض علينا من يقتلنا. المجتمع الدولي تقدم بمقترح القرار 22/16 دكتور عادل ومستشفياتنا، فهؤلاء هم الخونة والتاريخ لا يرحم الخونة. نعم، مجلس الأمن اتخذ القرار 22/16 بداية قبل أن تكون الفاتورة بهذا الحجم وبهذا يعني بهذه الحجم من الخسائر المادية والبشرية والاقتصادية، لكن تعنت الانقلابيين حيال القرار هو ما ضاعف هذه الخسارات. العدوان عزيزتي، العدوان جاء بعد اتخاذ القرار فعطل كل شيء. نعم أستاذ ياسين التميمي، أيضا سؤال أخير، كيف تنظر إلى سيناريوهات الحلول القادمة والآفاق القادمة لأي تسوية سياسية؟ أولا فيما يتعلق بالدور السعودي أريد أن أقول أنه علي عبد الله صالح هو نفسه منتج سعودي، وهو الذي استدعى المملكة العربية السعودية في 2011 وأدخلها في يعني التسوية السياسية والمبادرة الخليجية والتي أصبحت مرجعية أساسية. نعم. عندما شعر أنه قد فقد السلطة وارتفع عنه الغطاء السعودي، أراد أن يمثل دور المناضل الوطني المقاتل الذي يدافع عن الحدود والذي يدافع عن الكرامة الوطنية. هذه يعني مهمة مفضوحة والجميع قد كشفها والجميع يعرفها. علي عبد الله صالح ما كان له أن يصل إلى الحكم في اليمن الشمالي لولا مساعدة المملكة العربية السعودية. فالحديث عن العمالة وعن الارتزاق وعن كذا، أعتقد أن أساتذة الارتزاق والعمالة هم علي عبد الله صالح ومن يعمل معه. هذه حقيقة ليست اتهامات. علي عبد الله صالح منتج سعودي، وعندما أراد أن يتحرر ويحتفظ بسلطته بأي ثمن رفع عنه الغطاء السعودي، فأراد أن يلعب دور البطل الوطني. أنا أعتقد أن أفق الحل أولا يجب احترام المرجعية الدولية. الدكتور عادل تحدث عن الأمم المتحدة، هل احترم الإنقلابيون القرار الدولي الصادر تحت الفصل السابع برقم 2216 ونفذوه؟ كان يطلب منهم بكل بساطة تهيئة الأجواء من أجل الانطلاق في عملية تسوية سياسية شاملة. هذه التهيئة تكمن في إنهاء مظاهر الإنقلاب، الانسحاب من صنعاء، تسليم السلاح، عودة الحكومة الشرعية، ثم الاتفاق على حكومة وفاق وطني. أعتقد أن إجراءات سهلة جدا لا تستحق أن يدفع اليمنيين كل هذا الثمن، كل هذا الدماء، من أجل أن يضمن علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي أن الحكومة التي ستتشكل ستكون في جيبهما. هذه مشكلة كبيرة، هذه هي الإشكالية. أنا أعتقد أن الأمم المتحدة ليس لديها الكثير مما تقدمه بعد أن فشلت في تنفيذ قرارها تحت الفصل السابع 2016، وأنه لولا التحالف العربي اليوم الذي ينفذ بعض مكونات هذا القرار، وأنا أريد أن أشير بأن المملكة العربية السعودية والتحالف العربي لا يفرضون حصارا على اليمنيين، هذه أكذوبة، هذه أكذوبة. البضاعة المواد والسلع تصل إلى الجمهورية اليمنية بالكامل، المساعدات الإنسانية تتدفق ومعظمها تأتي من دول التحالف، هذه أكذوبة. القول بأن اليمن يفرض عليه حصار، الحصار مفروض على الأسلحة التي وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 مفروض على الأسلحة التي يجب ألا تصل إلى الجيش الموالي لعلي عبد الله صالح وإلى الحوثيين. هذه هي الحقيقة اليوم فيما يتعلق بالحصار. عدا ذلك هناك تدفق كبير للسلع، هناك تدفق كبير للمساعدات. اليمن لا يعاني من حصار، الحوثيون والمخلوع صالح هم من يعانون من حصار ويلجؤون إلى التهريب، والذي رأينا نماذج كثيرة منه في شبوة عن طريق الحدود العمانية وعن طريق المخابرات الإيرانية. الإشكالية تكمن في أن الأمم المتحدة لا تريد وليس لديها الجدية لتطبيق اتفاق السلام في اليمن، ليس لديها الجدية لإجبار هؤلاء على الانصياع لعملية السلام، مما يدل على أن هؤلاء الذين يدعون أنهم وطنيون وأنهم أحرار، هؤلاء جزء من مؤامرة عالمية علينا. هذم كانوا جزء من ثورة مضادة، يجب أن لا ننسى هذا. الحوثيون ما كان لهم أن يتقدموا باتجاه دماغ وقد عجزوا عن مواجهة السلفيين، ما كان لهم أن يتقدموا باتجاه صنعاء لولا أن هناك تغطية أولا إقليمية وتغطية أمريكية. وعندما اكتشفت يعني كشفت الحقيقة واتضح حجم المأساة التي ارتكبت بوصول الحوثيين إلى صنعاء، تغيرت موازين القوى
واختلطت الأوراق وبات الإنقلابيون في وضع صعب للغاية. اليوم لم يفقدوا الدعم الخارجي أبدا، هناك كتيبة طويلة عريضة من المنظمات الدولية التي تعمل لصالحهم، هناك ضغوط على عواصم القرار الغربية لإبقاء الحوثيين. وهذه التصريحات التي تصدر عن كيري، أعتقد التصريحات الناعمة التي صدرت عن كيري يوم أمس وهو يقابل وزير الخارجية السعودي، كانت تصريحات ناعمة بخصوص الحوثيين، يطالبهم بسحب أسلحتهم وصواريخهم. هل المشكلة في أن الحوثيين يسحبون أسلحتهم وصواريخهم؟ المشكلة في أن هذه الأسلحة والصواريخ بيد هؤلاء القطعان الهمجية التي لا تقيم اعتبار للسلام ولا للإنسان، وتريد أن تخلط الأوراق في الوقت الذي تطرق صاروخا باتجاه السعودية، تطلق آلاف الصواريخ باتجاه المحافظة اليمنية وتقتل العشرات. إذا فشلت الهدنة ولا آفاق للحل؟ أنا أعتقد أن الهدنة ستنتهي بالفشل، وأعتقد أن الحرب التي احتدمت على هامش الهدنة هي ربما التي ستتحكم بمآلات المرحلة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، كما أشكر الدكتور عادل الشجاع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام جناح صالح. في الأخير تقبلوا تحياتي، ومن الإعداد الزميلين كمال حيدر والهام عامر وكافة الفريق الفني للبرنامج. نلقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد في أمان الله.